نبدأ مع حضراتكم أخبارنا. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عدد من المشروعات، مشروعات تطوير القاهرة الكبرى ومشروع تطوير القاهرة التاريخية، وتابع تنفيذ مخطط إعادتها لرونقها الحضاري، وده لأنها بتحتوي على إرث تاريخي عريق. جولة سيادة الرئيس شملت كمان أعمال تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون، ده غير طبعا أن الرئيس توقف عشان يتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، واستمع كمان لطلباته. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط الدولة لإعادتها إلى رونقها الحضري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون، حيث توقف سيادته لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع سيادته إلى طلباتهم واحتياجاتهم. الدنيا هنا كويسة سيادتك، بتعليمات سيادتك إن احنا نهتم بالحرف اليدوية. سيادتك عملنا لهم حاجات كويسه زي ايه؟ سيادتك كانوا بيحرقوا بالخشب بيبوظوا البيئه، عملنا لهم سيادتك دخلنا لهم افران صديقه للبيئه، دخلنا لهم سيادتك الميه، دخلنا لهم الغاز للانتاج، لان الناس اللي هنا سيادتك جوهرجيه الطين، بمعنى اصح سيادتك الاهتمام بيهم يرفع المستوى. قالوا على كده ان هم سيادتك موجودين في منطقه الفسطاط اللي سيادتك امرت بتطويرها، في وجود متحف الحضارات، في وجود مسار العائله المقدسه وجمع الأديان، فيبقى ليها شأن كبير جدا لو اهتمينا أكتر بيهم، بمعنى سيادتك إن احنا نستكمل بقية المشاريع اللي موجودة هنا، عبارة إن احنا نفتح مدرسة، لأن الموضوع ده سيادتك هيندثر. الناس اللي شغالة بإيديها سيادتك كبار في السن، أولادهم ما بيجوش إن هم ما بعملهمش حاجة، تمام سيادتك؟ عايزين نحطهم على الخريطة السياحية. طبعا سيادتك لما أمرت بالكلام ده المحافظة المنطقة الجنوبية سهلت لهم حاجات كتير قوي، دخول الغاز ودخول الكهرباء، دخول الافران صديقه للبيئه، بس جري في استكمال باقي الافران. بتشرف طبعا بحضور سيادتك، انا ما اعرفش ان سيادتك هتشرفنا طبعا، ويعني اتمنى من الله ان سيادتك تبص على حرفه يدويه، فنانين على اعلى مستوى بنسميهم جواهر الطين. طب انا هسالك سؤال تحت امر معالي، هل في مكان للمدرسه اللي انت بتقول عليها؟ اه في يا فندم. فين؟ في المبنى الاداري. يعني هتبقى جزء من المبنى؟ جاهز يا فندم، جزء منه. طيب المبنى الاداري مساحته قد ايه؟ مساحته سيادتك اكتر من 2000 متر. طب هو كان معمول ليه؟ معمول سيادتك علشان تخش فيه سيادتك الحرفه الصناعيه، وزاره الصناعه تعمل فيه سيادتك عباره عن تصميمات لبعض الحرف اليدويه وبعض ومدرسه لانشاء جيل جديد. هو كام دور؟ دورين يا فندم. دورين، يعني 4000 متر. تمام سيادتك. مش كده؟ طيب نعمل لهم المدرسه، ايه تاني؟ سيادتك استكمال باقي سيادتك الافران الغاز. الافراد دي انتوا بتجيبوها منين؟ من المصانع الحربيه يا فندم، مصنع 45 الحربي. مساحه معينه، حجم معين؟ حجم معين يا فندم، بس كان في اختلافات. ليه؟ الاختلافات سيادتك ان بعض اللي هنا لما جيت صمم سيادتك ما خدوش راي بعض الصناعيه، لان الصناعيه هي اللي عارفه اكتر حاجه تقدر تعمل فيها ايه. كويس. تمام سيادتك، لكن للاسف اتعمل ومشيت عليها. في نوعين، في 120 في 120 سيادتك، ده الفرن الصغير 120 سم في 120 120 اه فندم، وفي 170 في 170. لكن في حاجه بعد اذن سيادتك يا فندم، يعني التكلفه غاليه، بمعنى ان هم لما كانوا بيحرقوا بالخشب سيادتك بينتج، لما بينتج كميه الخشب والفلوس اللي بتدفع في الخشب قليله عن استهلاك الغاز او استهلاك الكهرباء او استهلاك الكهرباء. فطبعا النهارده الناس اللي دفعت سيادتك في موضوع الغاز تدفع لها من 9 ل 8000 جنيه، تمام، وكميه الانتاج اللي بتطلع حلوه في النوعيه، لان الغاز والكهرباء بينشف المنتج وبيخليه على اعلى مستوى. تمام سيادتك، فده كان سبب رئيسي ان الناس قلقانه من حته المبلغ. شوف انا هقول لك على حاجه تحت امر معالي، خلينا ايه ناخد الموضوع حته حته. هو طبعا انا فنيا مش هقدر اتكلم في موضوع مساحه الفرن وكده، تمام سيادتك، بس انا متصور ان احنا كل ما هنخلي المساحه بتاعه الفرن ده ونشوف المتخصصين في الموضوع ده اكبر من كده، هيبقى الحراره دي وتعمل اجراءات ان تحافظ على الحراره بقدر الامكان، يبقى الحجم الغاز المستهلك ما يبقاش عبء على الناس. ليه؟ حجم المنتج اللي جوه هيبقى كبير،
لكن انت كل ما تكون شغال في حاجه صغيره كده يعني، انا اسف يعني، لو بتعمل حاجه في 20 في 20 غير لما تعملها في اكبر من كده. فانا فنان مش هنشوف دي، واخد بالك؟ لكن عايز اقول لك ايه، ما انت برضو بتاخد منتج كويس، ولازم نتعود بقى ان احنا ايه يعني نحط تكاليف الحاجه مظبوط. يعني مش هنقدر نقول ايه عشان اكون امين معاك، مدرسه نعمل مدرسه، نحسن من هنا نحسن، نعمل كل حاجه حلوه لهم، لكن خلوها كل حاجه تتعمل بايه باسعار، لان الغاز اساسا سعره منخفض. يعني انت النهارده بتستخدم كهرباء هيبقى اضعاف اضعاف الرقم انت بتقول عليه ده كده يعني. طب ايه تاني؟ بس عشان ما بعد ما بنزلش الشغل بتاعك. لا الشغل ده لسه مشطط. طيب الحمد لله داخل ما اشتغل القريب اللي انت عايزينه متحقق دلوقتي. الحمد لله باذن الله، بس هو يعني برضه نفسكم انتوا بقى معانا. المطلوب بس الدعم في الدول، لان احنا لسه بقى لنا فتره قاعدين، فالرصيد بتاعنا خلاص، فعايزين بس المويه والحاجات دي تبقى شويه. اللون اللي هي الحاجات اللي بنستعملها الخامات بتعملها. اه في مشكله معانا في الخامات، لان احنا ورا احنا هنبتدي نبتدي شوف بقى الفتره دي برضه كبيره قوي اللي احنا مستنظرين فيها للدهان. هي الحرف اليدويه عموما بتبقى محتاجه دعم يعني. اه طبعا محتاجين دعم، لان دي حرفه وتراث لازم نحافظ عليها. بتشتغل كام ساعه يا اخي؟ انا لو في شغل بشتغل اي وقت عادي. كنا بنشتغل في الدراسه، كان يجي يشتغل برضه. ماشي، كل الشغل احنا اللي بنعمله انت. اه طب كل طب يدوي. حاجه جميله وحاجه محترمه. الله يخليك. بنصدر بره برضه. ماشي يا عم، يعني في شغل تصدير كتير بيطلع بره مصر. احنا نساعد في الحكايه دي. يا رب. اه نساعد في الحكايه. جميله قوي المهنه ديت، خساره انها تنقرض يعني. بالنسبه لشغل التصدير كله لازم يبقى عليه البادج بتاع الصنع في مصر. الشغل التصدير يا ريت يهتموا بيه، الصناعة دي خسارة لما تنقرض يعني. لا طبعا احنا هنعمل لكم المدرسة تبقى جميلة في المبنى الإداري. اه وشوفوا انتوا بقى مين اللي يعني هم يختاروا بقى آدم واحد بقى. مش لا أنا أقصد أقول اللي هو اللي هيقوم في الدور التدريس وكده. اه ربنا يوفقك. لازم واحد يعني. في ناس كتير سابت الصنعة دي، في ناس كتير سابتها لأن هي مش مربحة. بدأت تشتغل كانت مش مربحة والله. هي المفروض ان هي مربحه جدا، بس هي الفكره ان في ناس كتير بدات، اللي اشتغل سواق، اللي اشتغل، وفي ناس فنانين يعني، فبداوا يسيبوها. فاحنا محتاجين دعم الحرفه اليدويه. بس يعمل كام في اليوم بالنسبه اللي هو الماهر يعني؟ يعمل كام في اليوم؟ آه. لو اشتغل معدل يعني الطبيعي. لا يعمل يعني انتاجه. اه يحقق ارباح ليه او عائد ليه قد ايه؟ لا يحقق حلو، لو في انتاج وفي شغل وفي بيع وشراء وتطوير هيعمل تاج حلو، يعمل فلوس حلو. كان يعمل ب 500 جنيه في اليوم. لا انا بتكلم عن النهارده يا احمد، جيت اشتغلت عند احمد. اه. وهشتغل 7 ساعات او 8 ساعات. كويس. هاخد كام؟ هيعمل له 150 جنيه 200 جنيه. لو ماهر. اه. متعلم. مبتدئ مثلا 70 80 100. وبعدين لو عيل صغير من 50 جنيه. لازم نعلمه من صغره يعني، لان الصنعه دي لازم. كل ما بيفهم الشغل وبيتعلم الراتب بتاعه بيزيد. لانه بينتج وبيطلع معانا شغل يعني من 70 ده انا لسه بادئ لغايه 150 جنيه لغايه ما يوصل 100 و200 وممكن 300 كمان. اصل انا بقول الكلام ده الناس هتسمعه وتعرف ان في ايه، في فرصه. في طبعا طبعا. يا ريت نقدر نعلم حد قبل ما تتقرض المهنه دي. يا ريت. انا بتمنى ان شاء الله ان هي تاخد وقت في تعلمها. لازم بتمنى ان انا اعلم حد عشان يتعلم، عشان يتعلم ان شاء الله، عشان خساره المهنه اللي زي دي. اه طبعا خساره. دي حلوه قوي، مطلوبه قوي، مطلوبه قوي. ممكن تدخل دخل حلو لمصر والله. طيب صحيح، بره بيدوروا عليها الشغل، محدش بيشتغل بايده، كله مكن وكده، فالشغل الايد مطلوب دلوقتي. طبعا لا عشان يدوي كله حضرتك يعني بيزهر. الاجانب بالذات يجي هنا بينبهر بالشغل ده. ماشي، ان هو يدوي يعني. متشكرين. شكرا. الله يخليك. الله يبارك فيك. شكرا. سلامة الله. صدرت الاردن الجزائر. فين مصنعك دلوقتي؟ نعم مصنعك ال 100 متر. مصنعي موجود، حضرتك تيجي تتفرج على حضرتك. هجيلك شرفنا حضرتك. طب ايه المشكله اللي عندك؟ مشكلتي مش عارف اشتغل.
ليه؟ انا بصدر، دخلت عمله صعبه البلد، وقبل حضرتك النهارده لما بيجيني اوردر ما بعرفش اعمله. ليه؟ لان كان مصنع 4 طرق انا مسجله على التليفون. انا مصدقك، انا مصدقك. طب ليه مش قادر؟ ما امكانياتي ضيقه، مصنع ضيق. 100 متر قليل، قليل جدا عليا، لان انا بعمل حاجات كبيره 50 و60 و70. طبعا شغلتي عبا عن جدا، طبعا عندي بنات. طب احنا هنشوف دي. حاضر، ربنا يخلي سعادتك. حاضر، ربنا ينصرك وينصرك. ربنا ينصرك سعادتك. ايه تاني؟ خلاص تحت امرك. كفايه كده. ليه تحت امرك؟ ربنا يبارك لك. اه والله ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. تشيلش هم، ربنا تشيلش هم، ما تشيلش هم اللي انت عايزه نعمله. الله يبارك لك. ربنا يخليك. السلام عليكم. ازيك؟ ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. ربنا يديك الحمد لله رب العالمين. ايه؟ تمام والله. ده شغلك؟ ايوه الارميت. دول حد من فكره من حد من ولادك شغالين؟ ايوه ساعتك معايا، ولادي كلها شغاله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا معايا 16 عيل مشغلهم معايا. بخلص 16 ان شاء الله. ايوه يا فندم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يخليهم. ماشي يا فندم. في حاجه، في مشكله عندك ولا حاجه؟ ما فيش مشاكل. لا صحيح. لا قول انا جاي عشان ساعتك. احنا عايزين بس الفرن يهتموا بينا بس. أنا عشان كنت عشان نبطل. اتفضل ساعتك. كنت موجود مع الحاج عادل فقال لي ان الفرن الكهرباء ارحم من الغاز. ده بالنسبه لحاجات حاجات. انا الارميت ما ينفعش ساعتك عشان الفلل والقرى السياحيه. طب القرى السياحيه بتدفع كويس. ربنا يبارك لك. قول لي اعمل لك ايه. احنا عايزين بس رضاك علينا بس. لا ربنا يبارك لك. لا أقول رضاك علينا بس. لا أقول رضاك علينا والله. لا انا راضي. والله والله عايزين رضاك علينا ورضاكوا عليا برضه. ربنا يبارك لك يا فندم. اه والله قول. احنا راضيين بسعادتك والله. لا قول. ربنا يكرمك. احنا تمام كده ماشيين والحمد لله. اهلا يا فندم. والبركه بسعادتك يا فندم. اسمك ايه؟ حسن. ازيك يا حسن؟ ابن ابني. انت جدك بيشتغل معاه ولا لا؟ اه. بتعرف تشتغل؟ اه كويس. ربنا يبارك لك يا فندم. ربنا يكرمك يا فندم. ربنا يخليك. تؤمر ساعتك ربنا. لا انت اللي تؤمره. ربنا يكرمك يا فندم. صحيح والله. ربنا يبارك لك يا فندم. تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله والله مستوره وعلى الحمد لله. ربنا يبارك لك يا فندم. ربنا يكبر خاطرك. تعيش يا فندم. ويخليهم لك. تعيش يا فندم. شكرين يا رب. يديك الصحه يا فندم. والله نورتنا وكترتنا يا فندم والله. السلام عليكم. ربنا يبارك. سلام وعتبك يا فندم. سلام. كله تمام. ربنا يبارك في ساعتك. الفران والكهرباء وكله تمام. كله مش عايزين حاجه. ربنا يبارك في ساعتك. انا سعيد بيكم. رب احنا سعيدين بيك والله. ربنا يخليك. ربنا يصلح لك الحياه يا رب. يصلح لنا جميعا. شكري. الله ينور عليك. ازيك؟ ازي صحتك؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ وبعدين ايه الحكايه؟ جينا لخبطناك ولا ايه؟ ربنا يوفقك. ربنا يوفقك ان شاء الله. مش عايزين حاجه؟ مش عايزين حاجه؟ تحت امرك. تمام شويه بس يعني الناس تعرف يعني ايه فخار. واحنا لما جينا هنا ونحطكم على الخريطه السياحيه ان شاء الله تبقى الامور احسن يعني. ان شاء الله. ولاي دعم تاني احنا تحت امركم. صحيح. والدتك؟ تحطها على دماغك كده. اكيد طبعا. صحيح. مش عايزه حاجه. تحت امرك. تحت امرك. سلام عليكم. حضرتك شرفتنا يا راعي الحرف في مصر. ربنا يكرمك. زياره حضرتك دي لينا شرف. ربنا يكرمك بجد والله يا فندم. فمحتاجين مبادره واحنا كلنا خدامين بلدنا. اتفقنا على ان احنا هنعمل لكم مدرسه في المبنى الاداري ده. ده شرف لينا. ده حلم. هنجيب طبعا فيها الاولاد اللي هم في الدبلوم ويبقى عندكم فرصه. أيوة. انتوا أيوة. تدربوهم. احنا اتفقنا مع ده يعني تقريبا كل حاجه محتاجه حضرتك تقص لنا الشريط. حاضر. وده شيء يبقى شرف لينا. حاضر. سياده النائبه هنا بجد حد سمعنا بتطبق نهج حضرتك انك بتسمع الكبير وبتسمع الصغير وبتسمع الضعيف وبتسمع القوي. احنا وطنيين بجد طبعا. احنا الحرفيين بجد ومحتاجين ايدنا مع حضرتك. مؤتمر الشباب اللي جاي في يناير ده انا واحد من الناس بقول الشباب دول لو محتاجين مساعده احنا في مجموعه هنا نساعد في الفكر بتاع حضرتك. انت عليت عندنا سقف الحلم.
لعلمك واحنا ناس كبار وعجزنا، لكن عليتوا سقف الحمايه بجد بجد يا فندم، متشكرين جدا. وزيارتك دي فوق دماغنا وشرف لينا والحرفي كل حرفي مصري. بقول يا شباب الدولة بتكرم الحرفيين، بتهتم وبتروح لهم لغاية عندهم، بدل ما نقعد ونضيع وقتنا في النت يا جماعة، تعال نضيع وقتنا في هواية جميلة، حتى لو هي مش شغل هي هواية جميلة. طيب أرجو إن يكون اللي جوايا، أنا مش عارف طبعا الله. خلي بالك ده شرف مخليني متلخبط. لا تتلخبط بأمانة والله يا ريس، أقسم بالله استنى معاك لغاية لو اتبطل يا فندم. لا والله والله ده شرف لينا. أنا عندي ابني في الدبلون وأقسم بالله نفسي أتعلم الصنعة دي، ومن زي عم أحمد ومن زي عم كرم إذا سمحت له يعني. نفسي ابني يعني فعلا يجي يلحق عم أحمد. أنا عايز حضرتك أهو يا فندم، أنا عايز حضرتك أشوفك. قال لي أنا قتلها من أمك من الموت. أنا بكلم أبو مصر كلها وابو دول العالم كله، اللي نجدنا من الموت، اللي نجدنا من الدم، اللي وقف معانا، اللي وصلنا فوق دماغه ضحى بعمره لوحده عشان يقف في ظهر مصر. انا عايزك تراعينا في مهنتنا دي، وانا انزل اوريك حاجه على حاجه. هي اللي عندها 64 سنه ولا حد سالفني هنا خالص ولا حد مساعدنا في اي حاجه. 64 سنه انا بس ما مدتش ايدي لاي حاجه في الدوله. يا رب كفك شر مرض وخليك لينا يا رب، يا رب ما تغيب من على الارض ابدا يا رب. انا عايز اقول لك حاجه على الحجر بس، والسعادة في المندي انا لا معايا ادخل الغاز، ولا عايزين يدخلوا لي الفرن، ولا عايزين جايبين عليها 20,000 جنيه ميه، ولا مشغليني. انا عايز اساعد في الدوله واعيش. انا عايز انت مكانك فين؟ انا مكاني هناك اهو، رميني كده معايا 8 بنات ومعايا عيل ومحدش سال فيا خالص، ومنع انا اشوفك. والحمد لله شفتك قبل ما ابكم. الحمد لله اللي انا شفتك، لان انت اب لينا ورئيس جمهوريه، ولا ميال عليك حد. من مجد جمال عبد الناصر ما حدش واقف في مصر، والسادات وحسن غيرك انت. مش شعلة هنا بتعمل وتعمر، وهنا وتعمر، وهنا وتعمر، مناطق ما حدش يقدر يشيلها من المجرمين اللي فيها. انت بقوه الله شلتها، اللي انت نصرك ربنا على طول. اقف معانا وشغل مهنتنا دي، مهنه غلابه بس فيها حرص. عن اذنك يا محمد هوري له حاجه. عن اذنك يا محمد، عن اذنك يا محمد اوري الرئيس حاجه. عن اذنك يا محمد، يا هم الهنا اللي ربنا بعتها لك. ايه يا بص يا باشا وقت عامل ازاي؟ دي المفروض تتعمل في 3 ايام، في 3 ايام. ما انا هسرع دلوقتي هعملها كلها في 2 دقيقة توقفهم، انما هي تاخد 3 ايام. مره اللي اعملها، ومره الودان، ومره اقلبها تاني. شوف الحرفه بتاعتنا اللي ربنا جعلك لينا نعمه واديك طول عمرك، اعملها في 2 دقيقة. خلاص انا معاك. احنا مش عارفين نقول ايه، احنا مش عارفين نضيف حضرتك ازاي بجد. والله العظيم والله يا فندم، والله ان انت حقيقي انت صاحب البلد، واحنا وبنساعد معاك، لكن حقيقي انت ضيف غالي قوي علينا. كتر خير بجد والله يا ريس، اقسم بالله ما بجامله. انت بصراحه مش متوقعها ابدا يا فندم. لا 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 حد يعني، ربنا يزيدك في حضرتك. والله والله احنا سعداء بجد. ربنا يخليكم. فندم احنا كان بيجي لنا وزير كنا فرحانين قوي قوي قوي، رئيس الجمهوريه في فلسطين انا هو ده كتير. انتوا اهلي، ربنا يديك الصحه يا فندم. انتوا اهلي، ربنا يديك الصحه. انتوا اهلي، ربنا يبارك. امال ايه؟ ربنا يبارك. يا رب اقدر اعمل حاجه بس. والله العظيم ثلاثة انا ما اترعش قدام حد. انا ما بترعش ان انا شفتك. انا ما اترعش قدام حد ابدا، لا رئيس وزراء ولا محافظين. لا انا اترعش عشان شفتك اول مره في عمري اشوفك. يا رب كفك شر مرض وخليك لينا وعينك علينا يا رب. انت ربنا يخليك لي الغاز والكهرباء والدنيا كلها اللي انت عايزها. مش قادر عليها. ربنا يبارك لك يا ربنا. مش قادر. ربنا يبارك لك يا رايق. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. دي بتاخد 3 ايام. عشان اعملها اخد 3 ايام. انت روح ربنا عينك علينا، كفوك شر مرض واديك طول العمر. يا احسن رئيس مسكت مصر. انا كل يوم بدعي لك وانا ماشي في السكه، وبقعد بره ادعي لك. كباري عملت، تطوير عملت، عشوائيات نقلت، وطرع جبت، سلاح سلحت الجيش، كل حاجه في الدنيا. عاش رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. عاش رئيس الجمهوريه اللي لا بعده في رئيس ولا قبله مدى الحياه يمسك رئيس بعمرك. يخلي لينا يا رب، يخليك لينا يا رب، يعينك علينا يا رب.
وعاش العمر اللي انا شفتك يا جمال ربنا. ما شفت حد ابدا ولا رئيس همشي وراهم وضربت ولا جنازه جمال عبد الناصر في الورع التحرير ضربت. واول مره اشوفك روح ربنا يكفيش المرض، روح ربنا ما يخدنا عليك وينصرك يا رب يا رب. شكرا سعاده الرئيس. شكرا ليك يا فندم، منتظرين دعم سعادتك. احنا بقول لحضرتك عليت عندنا سقف الحلم، واحنا احنا عشمانين في ربنا. ثم سعادتك الحرفي ما بقاش حد يعني مهمش او زياره سعادتك دي كبرت من الحرفيين، خلت الحرفيين يحلموا، خلت الشباب يحلموا. فده انا بنتمنى ده امنيه من سعادتك. ربنا يعزك، ده الشرف لينا يا فندم، الشرف لينا بجد. هنبعت لكم كل اللي هنعملوه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. انت اللي هتخلص الغاز والميه وشغلني انا. هتعلم اعلم عيل، ما فيش غير 12 صنايعي في 150 مصنع من 400 مال. انا بقول لهم استفدوني بس اعلم اتنين، ما حدش عايز يعلمني، ما حدش عايز يساعدني، ما حدش نعمل حاجه رامينا. انما انت هتتم كل حاجه بفضل الله، كله هيتم. دي تاخد 3 ايام. 3 ايام والله. عشان ما هتنشا في يوم واركب له دم في يوم واشطبها التالت. انا عملتها سريع دي من 64 وانا في الفخار، من 64. ربنا يخليك. وبقول لك منى عيني، ده ربنا عزيز اللي نزلك يا ملك من السما انت لينا تنجدنا في هذه المهنه دي، تراعينا شويه وتعيننا. الله يكفيك شر مرض، روح الله يجعلك مستور ويديك طول العمر يا رب. ويعود تاريخ سور مجرى العيون إلى عصر السلطان قنصوة الغوري أحد سلاطين العصر المملوكي، وتم بناؤه عام 911 هجريا، ويمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين بمسافة 3 كيلومترات، وذلك لمد القلعة بالمياه. سور مجرى العيون هو نقل من النيل للقلعة، كانت عمال نقل بالتم لأن كانت القلعة مركز الحكم ساعتها. فطبعا كانت الاعمال نقل المياه ده كان محتاجه كميات كبيره جدا من المياه. القلعه كانت مكتظه بالجنود والدواب، فكانت كميه المياه اللي محتاجينها ما كانش ينفع فيها بير يوسف اللي هو موجود في القلعه. فاضطروا لانشاء المشروع ده الضخم بفضل الله تعالى، ولان المياه من النيل للقلعه نفسها. الجزء المبنى السوائل مكون من جزئين، اللي هو المأخذ اللي هو بيتملي بالمياه وبتقوم رافعها، بتقوم السوائل بتدور عن طريق السيران، وبعد كده بتبدا يتملي الحوض المياه دوت. بعد كده بعد ما تبقى مستوى معين بتبدا المياه تمشي في الاتجاه بتاعها. السكر والليمون دي تعتبر من المناطق العشوائية الخطرة، من أول هنا لغاية شارع حسن الأنور، تقاطعها مع حسن الأنور. في جزء تاني بعديه اللي هو منطقة الجيارة وحوش الغجر برضو تم حصره، حوالي 5000 وحدة برضو. المفروض دول الخطة المقترحة اللي هنبدأ تنفيذها إن شاء الله بعد نهو إخلاء وتسكين عزبة أبو قرن اللي احنا ناقصنا فيها حوالي 130 وحدة من 4758 وحدة. إن شاء الله بإذن الله قدامنا هذا الأسبوع بإذن الله ونخلص منطقة عزبة أبو قرن. يعني احنا المنطقة ديت عايزة إجراء عاجل. تمام. مش كده؟ تمام. طيب. بس احنا بنتكلم هنا على وحدات شغل يعني مسكونة. مش 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 وحدات فاضيه زي اللي فوق دي مثلا. لا، وحدات سكنيه مشغوله وبقى لها سنين هنا. لا خلاص يعني مزار العشوائيات زي اللي قدامنا ده. تمام يا فندم. تمام. ده جزء يا فندم من المخطط نفسها، يعني منطقه الفسطاط نفسها الدوله بدات تعمل مخطط تفصيلي متكامل لمنطقه الفسطاط. المخطط كان على 3 محاور، اول محور منه ان احنا بنحصر جميع الوحدات السكنيه الغير ملائمه والوحدات والعقارات ذات الخطوره الداهمه. المحور الثاني اللي انا بانشئ وحدات سكنيه بديله لقاطين هذه الوحدات. المحور الثالث اللي هو تنفيذ المشروعات واعاده القيمه التاريخيه لمنطقه الفسطاط. الجزء الثاني بالنسبه للمحور الثاني اللي هو انشاء وحدات سكنيه بديله، الحمد لله تم الانتهاء من 18300 وحده بالاسمرات وتم سكنها بالكامل، سواء جزء من المنطقه الجنوبيه او جزء من باقي القاهره، وفي جاري تنفيذ وحوالي 99% 2500 وحده بالخياله جاري الفرش الان. ان شاء الله نتحرك ان شاء الله يا فندم على طول ونزيل ونكمل يعني. حاضر ان شاء الله، احنا عاملين حسابنا على كل حاجه. المشروع بتاع تطوير منطقه المدافع في الصفيقه
بمجرد ما جت لحضرتك التوجيهات حضرتك لينا لحيث المجتمع العمراني بدانا فعلا بالمشروع، واحنا دلوقتي متقدمين جدا في جزء العمارات، والجزء الثاني عندنا اللي هو المول التجاري ده على مساحه 51000 متر مسطح، وبيتكون من بدروم بيسع ل 1650 سياره نظرا للتكدس. حضرتك عارف المنطقه هنا العربيات كده. فالجزء الثاني فندم بيبدا عندنا مجمع سينمات، وعندنا مسرحين، مسرح مكشوف ومسرح مغلق، وعندنا محلات تجاريه وغرف فندقيه للسياحه الداخليه والخارجيه اللي ان شاء الله باذن الله تعالى هتزور المنطقه باذن الله. طب احنا بس كنا بنتكلم دلوقتي على المنطقه دي كاجراء للناس اللي لسه عايشه، انا شايف في ناس مشيت لكن انا بكلم ناس لسه عايشه حتى الان في المناطق ديت عشان نخلي المنطقه دي كمان. اوامر فندم، احنا عاملين حسابنا على كده نكمل يعني. تعليمات حضرتك. شاكرين. شاكرين. مش عارف هنعمل لك كل حاجه حلوه. ربنا يكرمك، ربنا يخليك ليا يا ابني، ربنا ينصرك. انا مين عديك؟ يخليك لي مصر ويخليها كده حلوه بيك وجامده بيك. والنبي يا سياده الرئيس ما تحلفيش. اختي هنا بروح بغسلها في ملك فهد. ما تخافيش يا اختي ابدا. خايفه اروح في مكان بعيد لما يقولون انا ساكنه هنا في مجرى الانوار مجرى العيون. امانة عليك يا ابني، بارك لك في صحتك وفي شبابك ويخليك لبلدك ولعيالك ولينا. خليك لينا سياده الرئيس. انت نفسك حلوه ما بتسيبش حد. انا عارفه، انا عارفه انت ما بتسيبناش. انت ما بتسيبناش بس ما تعيطيش. انا عشمانه في ربنا وفيك انت. على عيني. خايفه اروح في مكان بعيد ما اعرفش اروح. انا سبت ربي الاثنين يا ولادك. بصي يا ستي، اختك دي بنتي، ربنا يكرمك. انت اختي، ربنا يخليك. ولادك ولادي وينصرك ويعليك. انا بصلي وبدعي لك، بدعي لك يا سيادة الرئيس وبارك لك في ولادك وفي صحتك يا ابني. وينصرك على مين يعاديك؟ ربنا يكرمك، لا يكرمك ويعليك يا سيادة الرئيس ويخليك لنا والمصر يا ابني. يا رب يخليك ويعليك. سلام عليك. نفسك حلوة وجميلة. سلام عليك. ازيك يا ستي؟ الحمد لله. ربنا يخليك. الحمد لله. مش خايف عليهم كده؟ والله بس هنعمل ايه بقى؟ يلا الحمد لله. ساكن فين؟ في العمرانيه. مش عايز حاجه. مش عايز حاجه. ربنا يبارك لك. صحيح. ربنا يبارك لك. بلاش انت. الحمد لله. صحيح. صحيح. ما تتكسفش. صحيح. انا واقف عشانك، عايز اطمن عليك. اسمك ايه؟ تاليا. تاليا. في سنه كام؟ ثالثه. شاطره ولا عايز تروح الجامعه؟ مش كده؟ انت ولادي. وانت يا استاذ اسمك ايه؟ تعالى درس. تعالى يا تاليا. تعالى. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يبارك. ربنا يبارك لك. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك يا رب. والله صحيح. ربنا يبارك. الله يبارك لك يا رب. والله صحيح. الله يبارك لك. الله يبارك لك. لا ربنا يبارك. والله ما تكسر. والله ما في حاجه. ربنا يبارك لك. يديك الصحه يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. كما تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حصاولة الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكبري أعلى الطريق الدائري وكبري أعلى محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية عبر محور المشير محمد فهمي. سيادتك مشرفنا هنا فندم أعلى نفق الأسمرات ضمن محور حصاولة الكفراوي اللي بيبدأ جنوبا من طريق الأوتوستراد
ثم منطقة زهراء المعادي وبيعدي الدايري، ثم بيصل يا إما بيتجه شمالا حتى محور اللواء عمر سليمان ومنه إلى القاهرة الجديدة واستكمالا لحد الدائري الأوسطي ثم العاصمة الإدارية، أو يتجه فندم بعد ما يعدي الدائري بيتجه شرقا وبيعدي محور الشهيد ثم محور المشير محمد علي فهمي ثم محور اللي هو عمر سليمان، وبرضه يتجه داخل القاهرة الجديدة ثم الدائري الأوسط. الطريقة فندم محور حسب الله كفراوي بطول 11 كيلو متر. سيادتك بشرفنا هنا فندم المرحلة من أول هنا وفي هذا الاتجاه فندم اتجاه شرقا دي تم نهوها وضمن محاور الأسمرات. محاور الأسمرات دي يا فندم عندنا فيها ثلاث طرق. الطريق الأولاني يا فندم اللي هو معدي محور الشهيد ومحور المشير محمد علي فهمي بطول 2.4 كيلو متر، خمسة حارة مرورية لكل اتجاه. والطريق الثاني اللي معدي محور الشهيد ومتلاقي مع محور اللواء عمر سليمان خمسة حارة مرورية لكل اتجاه. وتم تطوير بناء على عمر سيادتك يا فندم تم تطوير محور اللواء عمر سليمان بطول 5.7 كيلو متر وأصبح خمسة حارة مرورية لكل اتجاه. كل محور من دول يا فندم تم عمل وتوسعة أعمال الصناعية هنا فندم عند التقائه بالشهيد جاري توسعة الكباري عشان نحقق الحركة المرورية الحرة، هنا فندم عند هذه الصناعية اللي هي مشير محمد علي فهمي مع عمر سليمان تم عمل الكوبري علوي، وعبرنا الطريق الدائري برضو بعمل صناعي كوبري علوي لحد محور جمال عبد الناصر داخل القاهرة الجديدة. برضه هنا يا فندم عملنا هنا كوبري علوي اعلى محور الشهيد في من الاسمرات وحده محور اللي هو عمر سليمان، وهنا عملنا اثنين عمل صناعي كوبري علوي اعلى محور الشهيد وكوبري ومحور المشير محمد علي فهمي بحيث نحقق تكامل الحركه المروريه في هذه المنطقه، ونبقى ابتدينا يا فندم نوصل مناطق جنوب وشرق القاهره بمناطق القاهره الجديده واستكمالا حتى العاصمه الاداريه والطريق الدائري الاوسطي. بالنسبه يا فندم للمرحله الثانيه من محور حسب الله الكفراوي يا فندم، بيبدا يا فندم من منطقه القمر الصناعي في شارع اللاسلكي ثم يعبر طريق السراد بكوبري بيحقق جميع الحركات المروريه يا فندم للربط المحور بمناطق حلوان ومناطق الطريق الاوتوستراد، ثم المحور بالكامل يا فندم عليه ثلاث كوبري علوي بيحرر محور شارع كارفور وهو كوبري اخر، ثم فندم كوبري الطريق الدائري باجمال يا فندم اربع اعمال صناعيه ونفق حر. المحور ده يا فندم الاجمالي اطوال الاعمال الصناعيه اللي عليه يا فندم وصلت الى 5 كيلو، اهمها يا فندم الكوبري. لو قلنا يا فندم ان احنا الحمد لله خلصنا الكوبري الثاني دوت بنسبه 100% وطلعنا عليه اسفلت، الكوبري ده يا فندم بنهايه الشهر ان شاء الله خلصان. نرجع يا فندم للكوبري اللي بيعبر الطريق الدائري وكوبري الاتصالات، ودول يا فندم يعني يعتبروا من اهم الكوبريين اللي بيتم على هذا الشريان لسببين. اول سبب طبعا يا فندم ان هو ربط جنوب القاهره ومناطق حلوان بشرق القاهره ومناطق المقطم وشارع شارع 9 بالمقطم، بالاضافه ان المنطقه دي يا فندم كانت بتمثل في السابق منطقه كثافه مروريه عاليه جدا، لان كان جميع سكان مناطق زهراء المعادي بيخشوا بس من منطقه نفق كارفور. دلوقتي يا فندم الكوبري ده متحقق عليه 11 حركه مروريه يسمح للقادم من المحور ومن جميع مناطق زهراء المعادي بالمرور في اتجاه المقطم واتجاه شرق القاهره، واللي جاي على الدايره يا فندم يقدر يعدي في جميع الاتجاهات في اتجاه السلام واتجاه المنيب، واللي قادم من مناطق المقطم يقدر ينزل الدايري او ممكن يعبر في اتجاه زهراء المعادي. انتوا هنا مش عاملين رمبات؟ عاملين يا فندم هنا 9 رمبات في الكوبري ده بتحقق جميع الحركات المرورية. هنخلص الكوبري ده ان شاء الله فندم بنهايه شهر واحد. بتبقى لنا فندم كوبري الاوتوستراد، وده يا فندم عقده مروريه، حل عقده مروريه ثانيه يا فندم كبيره جدا ان شاء الله فندم. الجسم الرئيسي بتاعه هيخلص بنهايه شهر واحد، واللوبات والرمبات هتمد معانا شهر 2 يا فندم اخر 2 باذن الله يا فندم. كل ده خلصان من باذن الله مفيش كده، وحط طبعا علامات الارشاد اللي احنا بنحطها. تمام تمام يا فندم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. حاجه ثاني؟ تمام. حاجه عمرو ثاني؟ تمام. شكرا.